أخبار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى أخبار اليوم. سؤال اليوم عن حكم من أفطر وهو يظن أن الشمس قد غربت. هذه المسألة ينبغي أن يقف الإنسان عندها وقفة المتأمل، ذلك أن ثبوت الشمس ثابت بيقين وهو أنه يراها الآن، فحين أفطر على ظن، يعني أفطر على شك، ومن المعروف أن اليقين لا يزول بالشك، لذلك على المسلم أن يتيقن وأن يتأكد من طلوع الفجر وأن يتأكد أيضا من غروب الشمس ليحل له الإمساك وليحل له الطعام في كلا الموضعين، فلا يؤخذ بالشك في هذين الموضعين. فعلى من أفطر وهو يظن أن الشمس قد غربت عليه أن يقضي يوما مكانه، والله أعلم.